سمر حمزة إسكندرانية بدأت مع الرياضة من الكاراتيه. إيه اللي جذبك لرياضة المصارعة وإزاي دخلتي المضمار ده وأخدتي البطولات؟ والله أنا دخلت الصدفة، أنا كنت بلعب كاراتيه وكنت على طول بخسر بسبب أن أنا يعني هي لعبة كاراتيه تاتش كده اللي هي لعبة خفيفة كده. وبعدين أنا كان عندي زميلتي في التمرين بس هي كانت بتلعب مصارعة وقالت لي تعالي جربي مصارعة وهتعجبك وكده، قلت لها حاجة اتفرج. كنت أنا بطلت خلاص كاراتيه، كان كابتن طلبة طبعا أنا بلعب باسم المدرسة العسكرية الرياضية، هو كان كابتن طلبة بيجي بيبص على كان ليه يعني النادي الصغير ده بيودي اللعيبة يعني بيكتشف لعيبة ويوديها النادي، فكابتن طلبة كان بيجي كل أسبوع ويشوف البنات المميزين وكده. فانا كان اول يوم ليا في التمرين راح جه قال لي تعالي اقفي وريني دراعك وريني اقفي كده اعملي كده زقي كده بصي انت تجيلي هناك في مع الفريق الكبير. فانا ببص مش فريق كبير هو بيضحك عليا ده بيستهزئ بيا فريق كبير ازاي انا يا كابتن؟ قال لي لا انت هتيجي تمرني مع البنات الكبار. يعني انت حتى ما كنتيش متحققه في الكاراتيه اصلا؟ لا خالص. فروحت بقى ومن ساعه اخر 2013 لغايه دلوقتي انا بتمرن مصارعه بحب بقى. كابتن طلبة معانا النهارده. اهلا بحضرتك يا كابتن والف مبروك الف مبروك وتسلم ايديك وتدريبك ووقوفك في ظهر بسمر المصنفه الاولى على العالم. يعني هي عندها عزيمه وعندها اراده وقدامها هدف وعشان تحقق الهدف هي بتضحي بحاجات كتير جدا في حياتها عشان توصل للهدف ده. وبعدين متفنيه في التدريب جدا، عمرها ما تهرب من التدريب او عاوزه اريح، ما فيش الكلام ده. اذا متحط لها برنامج التدريب اذا كان من الدكتور خيري كمعد بدني او مني كشغل فني على البساط، والى جانب كل ده هي قدرت تتاقلم انها تتمرن مع الولاد. وكان ده كان بالنسبه لنا في البدايه كان مشكله ان بنت هتتمرن مع ولد وبتاع، وانت عارف طبعا التقاليد الشرقيه بتاعتنا. ده انت يا كابتن ده اللي ده في بطولة ايه؟ بطولة العالم اللي جبت فيها تالت. رحت شلت المدرب. دايما لا ده يعني اللقطة برضو كانت مدربي. البطولة دي كانت تحدي، تحدي طبعا ان احنا قررنا ان احنا نسافر على نفقتنا اللي ما كانش فيه موافقة على السفر، وكنا مصرين نجيب نتيجة ونجيب ميدالية. فلحظة طبعا لحظة جميلة جدا اللحظة دي. يعني بص الفرحة، بص النجاح، بص البطولة، بص التحقق. قبلها بثلاث أسابيع كنت معتزلة. كنت ماشي كنت من ورا من ورا سمر قوليلي ايه أصعب ماتش في حياتك؟ مش بالضرورة اللي أخدت فيه الميدالية البرونزية أو في بطولة العالم، في ماتش له تحديدا ذكرى لانه كان صعب قوي عليكي؟ هو صراحه الماتش بتاع البرونز بتاع بطوله العالم اللي هو يا اما هاخد برونز وارجع يعني اقول للناس كلها لا انا كنت جاهزه جدا، يا اما خلاص بقى هرجع وهقعد مش هكمل. ده اصعب نفسيا، انا بتكلم اصعب بدنيا. لا الصراحه انا ما يعني ما بقى هو مش الناس يعني لما بتكلم مع الناس اقول لهم على فكره انا بلعب في البطولات انا مش بتعب فعلا لان انا جاهزه فنيا وبدنيا جامد. فاللي هو لو انا بخسر هو توفيق من عند ربنا، يا اما طريقه اللعب مش جايه مع اللعيبه اللي انا بلعب معاها فمحتاجه ان انا اشتغل على نفسي اكتر. فكبدنيا لا الحمد لله يعني الدنيا تمام مظبطين الدنيا دي كويس، لكن كماتش صعب قوه وكده لا. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.